مع الفنان يوسف المطرف. أخي يوسف، متى بديت مشوارك الفني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أحب أرحب فيك أخوي عباس. الله يخليك. الله يسلمك. وبالنسبة للمشوار الفني، أنا بدأت في سنة 1981. كم عدد أغانيك العاطفية؟ ما يقارب من 35 إلى 40 أغنية. كم حفلة أحييت خارج الكويت؟ أكثر، والله ما أقدر أحصيهم يعني. كم أغنية لحنت لنفسك؟ اللي لحنتهم أفتكر 5 أغاني أو 6، ولكن ألحاني كثيرة، ما يقارب 20 لحن يعني. كم أغنية صورت للتلفزيون؟ 4 أغاني أفتكر. كم حفلة خاصة قدمت؟ هذه ألوف مؤلفة. كم ساعة تعزف على العود؟ أنا والله ما في ساعات محددة صح. كم فنان تأثر فيه يوسف المطرف؟ الحقيقة في بدايتي تأثرت بالأستاذ راشد الأحملي، والآن حاليا أنا دائما أسمع عبد الوهاب، متأثر فيه كثير يعني. أخي يوسف، كم موقف محرج تعرضت له؟ والله هم كثار، لكن اللي ما أنساه واحد يعني. كنا في جلسة وجمهور ينتظرني ويبي يسمعني، فلما جيت أنا ومسكت العود بغيت أدخل في الأغنية، افتلت مربط الأوتار اللي ماسك الأوتار، فانحرجت وما كان عندنا عود وفلينا الجلسة يعني. كم سرعتك بالقيادة؟ والله إذا خط فاضية يعني 120-140. متزوج أخي يوسف؟ نعم. كم ولد عندك؟ واحد والحمد لله. الله يخليه. أحب بلدي الكويت، أحب والدي وأهلي جميعا وولدي، وأحب الشعب الكويتي، وأحب الأصدقاء المخلصين العزيزين، أحب التسامح، أحب التواضع، وما أحب الحسد، وما أحب التظاهر، ما أحب المظاهر، ما أحب المشاجرة، ما أحب الحرب، ما أحب الأماكن المزعجة.